بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم. وزي ما نحن عارفين اليوم 11/11 هو يوم عيد العزاب، أو بهمنا منه أنه يوم الخصومات السحرية والخرافية. فأنا حاب أحكي لكم هابي 11/11، أو كل 11/11 وأنتم بخير، بالمناسبة التنزيلات والخصومات فقط لا غير، لا حد يفهمها موضوع ثاني. نرجع لموضوعنا المهم كثير اليوم، اللي هو كيف أسرع طريقة ممكن أشتغل فيها أمازون، ألاقي فيها منتج أبيعه على أمازون. طبعا اللي عارف هذا هو موسم البيع على أمازون، الموسم اللي يبدأ تقريبا ما بعد 15/12، فلازم تتحضر له من قبل اليوم. يعني أنت معك شهر لحتى تشتري منتجات، سوري، معك يعني تقريبا الفترة هاي اليومين هذول الثلاثة حتشتري منتجات تشحنهم، معهم شهر ليصلوا أمازون ويتم وضعهم في مخازن أمازون وتصير أمورك تمام. كل ما كان الوضع أسرع كل ما كان أفضل أكيد. ويفضل لو كنتم جاهزين من قبل، يعني انا من الناس اللي ان شاء الله اني مجهز تقريبا من قبل هاي الفتره، اللي هي فتره الاعياد وفتره نهايه السنه وما الى ذلك، 25/12 تقريبا ل 1/1/2020. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا حكيت لكم راح نستخدم اي ام زي سكاوت، شرحت عنها المره الماضيه، لكن اليوم بدي استخدم يعني بدنا نركز على طريقه سريعه جدا. حتلاقي انا زي ما انت شايف انا فاتح امازون الصفحه الرئيسيه، فراح يظل يعد منتجات تقريبا كثير كبيره. خلينا بس نراجع مراجعه سريعه. دائما بغض النظر عن الاداه اللي استخدمها، لازم الريفيوز، عدد الريفيوز على المنتجات او على النتش اللي بدي اشتغل عليه يكون الافرج تبعه 200 تقريبا 300، مش اكثر من هيك، لكن كل ما كان اقل كل ما كان افضل، لكن يكون عليه كمان ديماند، يكون عليه طلب في السوق، يعني يكون عدد الريفيو اللي هون قليل زي ما انت شايف. خليني اعمل لك مراجعه سريعه سريعه على شو هو اي ام زي سكاوت. اي ام زي سكاوت هو اضافه على جوجل مدفوعه، بننزلها هون زي ما انت شايف، اسمها اي ام زي سكاوت برو. طبعا راح اخلي لك اللينك اسفل الفيديو. اللي مميز بين اي ام زي سكاوت برو وبين مثلا هيليوم 10، انا شرحت عن هيليوم 10. هيليوم 10 لازم كل شهر تدفع دفعه، لازم كل شهر تدفع $100 او $200 حسب الخطه اللي تختارها. بينما اي ام زي برو بامكانك تشتريها مره واحده في الحياه، وراح يكون في عليها خصم من اللينك اللي راح احط لك اياه تحت الفيديو. مش موضوعنا هلا، بس خليني احكي لك الطريقه اللي بدنا نشتغل فيها. طبعا بس راجعك مراجعه سريعه زي ما حكينا، اللي هي عندك هون الريزلت، كم نتيجه، كم منتج لقي، الافرج مانثلي سيل، كم تقريبا معدل المبيعات الشهريه بالعدد، الرانك، الافرج برايس، كم سعر القطعه تقريبا، $92 بحكي لك، افرج ريفيوز 539 الى اخره. لكن انا اللي بيهمني من هاي الصفحه كلها الان هو شيء اسمه نيتش ايديا. بس بكبس على هاي الكبسه زي هيك، مجرد ما انزل الاضافه بكبس على الكبسه وبيعطيني هو لحاله نيتش ايديا. شوف، حيفتح صفحه جديده، حي خلص خليه انت تكبس الكبسه وتخليه، حيفتح لك هو من الداتا تبعت الموقع، حيفتح لك نيتش ايديا، يعطيك ايديا او فكره لنيتش ممكن تشتغل فيه. طبعا انت بامكانك تقلب، كل ما كبست اكثر مره بيصير يعطيك نتائج اكثر واكثر واكثر وهكذا. طبعا هاي الطريقه انا شايفها انها اسرع وتقريبا طريقه دقيقه تمام لحتى تلاقي فيها منتج. يا ريت اللي يحضر الفيديو، يا ريت ضروري يكمل الفيديو كامل حتى يستفيد منه اقصى استفاده. يعني حتى انت لو ما بدك تشتريها وما قررت تشتريها هذا الشيء بيرجع لك، لكن مهم جدا تحضر باقي الفيديو حتى يعني انك تحاول تستفيد قدر الامكان من المعلومات اللي راح نعطيها نحكيها في هذا الفيديو. بحكي لك الايش اسمه، 1 بلس 7 برو كيس، هذا هو المنتج اللي هو 1 بلس 7 او خلينا نحكي كفر تليفون. هسه بنشوف شو المنتجات الموجوده فيه. بحكي لك من ناحيه البروفيت، شوف الاخضر يعني شيء كويس، 8 من 10 السكور، وهذا كثير ممتاز، 8 من 10 كثير شيء ممتاز. خلينا نحكي فيهم خطوه خطوه. 8 من 10 قلنا، بحكي لك فرصتك كثير عاليه للنجاح في هذا المنتج. البرايس طبعا لازم دائما تحط في بالك انه المنتج اللي لازم تدور عليه لازم يكون سعره ما بين $15، انا دائما بحكي $30، بس هون بحكي لك حتى لو $40، يعني سعر المنتج حتى انت تقدر تربح عليه لازم يكون معروض على امازون ما بين $15 ل $40 حسب ما يحكي لنا اي ام زي سكاوت. انا بحكي لك دائما 15 ل 30، 35 بيكون شيء جيد. الفيري هاي مارجن، بحكي لك في مارجن، المارجن للربح يعني كم انت ممكن تربح بالقطعه الواحده، يعني ممكن تجيب القطعه تكلفك واسطه لامريكا مع رسوم امازون مع كل شيء $6، بتبيعها ب 15، انت ربحان $9 كاملات على القطعه الواحده مثلا، او تربح $7 على القطعه الواحده حسب شو المارجن تبعك. هذا هو اللي بحكي لك، هذا هو قصدهم في المارجن، فيري هاي مارجن. لو جبت قطعه كلفتك 6 او 7 وبدك تبيعها ب 9 مع اعلانات مع غيره وغيراته، يعني تقريبا يا دوب تربح $0، فهذا مش هاي مارجن او مش نسبه ربح كثير عاليه. الديماند هو شغله مهمه في اي بزنس
بدك تشتغل عليه، اي بزنس بدك تشتغل عليه سواء افليت ماركتينج سواء بزنس بالحياه العمليه، حتى لو بدك تعمل مطعم في الشارع عندك في الحاره في الحي اللي انت فيه في المدينه، لازم يكون في طلب على هذا الشيء اللي انت بتقدمه، على المطعم على الدكان على اي اخره. وهذا الموضوع طبعا موجود في الانترنت، في البيع على امازون، لانه البيع على امازون بالاول واخرا هو تجاره، فلازم يكون في طلب كثير كبير. فبحكي لك فعلا في مبيعات على هذا المنتج، لكن بحكي لك في شغله سلبيه في هذا النيتش، انه ايش؟ از كوايت ا بيت لود، يعني هو اولد سوري، هذا النيتش صار له زمان، او هذا المجال صار له زمان موجود على امازون، فهو بيعتبروها شغله نوعا ما سلبيه. ان ساتوريتد نيتش، بحكي لك اشوف الكومبيتيشن، ناحيه الكومبيتيشن متوسطه على هذا شوف احنا بنمشي فيهم، هي واحده ثنتين ثلاث، بقارن لك شو الربحيه تبعته، الطلب عليه والمنافسه عليه، هذول اهم ثلاث اشياء لما تيجي تشتغل بزنس اونلاين زي ما حكينا، حتى لما تشتغل افليات للناس اللي حضروا معنا دورات الافليات سواء اونلاين او اوفلاين، دائما نحكي عن الكومبيتيشن، هذا شيء كثير مهم. كل ما كانت اقل الكومبيتيشن او المنافسه، كل ما كانت اقل كل ما كان الوضع افضل. بحكي لك الماركت لهذا المنتج unsaturated، اللي هي هذا المنتج النيتش هذا غير مشبع، الكواليتيز اللي موجوده هون مش مشغوله بشكل كويس، سوري الليست يعني الليست يعني الـ يعني القائمه تاعت البيع او المنتج اللي حاطينه المنافسين لك مش واضعين المنتج اغلبهم بطريقه محترفه، فانت بامكانك تحكي، بحكي لك اي ام زي سكاوت هون، يعني هاي النقطه بنحكي عنها احنا، بامكانك تصنع ليست افضل من الليست تبعتهم وتنافسهم وتتفوق عليهم. فيري فيو اي ام زي سيلر، اي ام زي يعني امازون، بحكي لك عدد البياعين على امازون باللي هذا هم تقريبا قليلين نوعا ما. فيري لو تو براند كومبيتيشن، ما في براند كبيره، براند كبيره يعني براند مسجله ولها اسمها في السوق عم بتنافسك. فيو ريفيوز، عدد الريفيوز كثير قليل بالنسبه ل يعني انت مش بحاجه عدد كبير من الريفيوز عشان تبلش تبيع على هذا المنتج وتبلش تكسب ارباح. الهاي افريج ريتنج، الريت لهذا المنتجات تقريبا بيكون اعلى من 4.5، يعني الريت اللي هو من 5، كم حصل المنتج على ريت من 5. والاكستريملي مونوبوليستيك، يعني بحكي لك صحيح انه السيلرز هون قلال اللي بينافسوك، لكنهم اقوياء، في منهم كثير ناس اقوياء. نذكر هاي ونمشي هون، خلينا نقرا هاي النتائج هون شو بيعطي لي عن هاي النتش اللي اعطاني اياه، بس كمس نتش ايديا. زي ما انت شايف بحكي لي في عندك تقريبا 60 منتج في هذا النتش، في عندك الافرج مانثلي سيلز لكل واحد، بعطيك الافرج على 60 منتج، بحكي لك 121 من كل منتج ينباع تقريبا شهريا، الافرج سيلز رانك 101000، يعني نوعا ما سهل تنافس فيه. الافرج برايس اللي هو تقريبا 15.38، احنا قلنا لكم اذا اكثر من 15 فهو جيد. الافرج ريفيوز هي اقل من 200، احنا قلنا 200 كويس، 250 كويس، يعني حد 250 300 كويس، بس هون عندي 100، تخيل قد ايه كويس، يعني ريفيوز يعني منافسينك ما عندهم عدد كبير من الريفيوز، 100 يعني عدد قليل بالمناسبه، فانت بامكانك تقدر تنافس في هذا النتش، بامكانك تشتغل على هذا النتش. ساتوريشن سكورز بحكي لك عاليه جدا، يعني بس هي 10 تقريبا، اغلب النتشات حتكون 10، النتش سكور معطيه 8/10 وهذا شيء جيد كثير. اسف. لو شفنا بعض المنتجات على هذا النتش، لو رتبنا المنتجات حسب، طبعا تقدر ترتب المنتج يا شباب حسب ايش؟ حسب ال 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 شوف برودكت سكور معطيه 9 من 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 10، 9 من 10، بدنا نشوف شو هو هذا البرودكت. نفتح على صفحة البرودكت زي ما انتم شايفين، هذا البرودكت عم بنباع، شوف 20 ريتنج تبعه عنده بس 20، فبنباع كمان بسعر تقريبا 14 دولار. بلوك في 3 بيبيعوا من هذا المنتج، 3 بياعين بيبيعوا من هذا المنتج. بامكانك بالمناسبه تاخذ الكلمات الرئيسيه اللي بيشتغل عليها هذا الشخص، اعتقد صعب تاخذها للمنتج نفسه. لو كبسنا هيك حنلاقي مثلا بامكانك تضيفه للتتبع اد تو تراكر، رح نحكي عنها ان شاء الله في فيديو اخر. تشوف البروفيت كالكوليتر كم بربح هذا المنتج، برودكت هيستوري والجيت كيوردز. جيت كيوردز اعتقد صعب نلاقيها للمنتج هذا، ممكن نلقاها للنتش كامل الكيوردز بالمناسبه شباب، اللي هي وين موجوده؟ نتش كيوردز هي هون. كبسنا حاخذ شوف اهم الكلمات، ون بلس كيس برو، هذول الكلمات اللي بالبرتقالي، شوف الكلمه كل جنبها في رقم، هذا الرقم كل ما زاد كل ما كانت هاي الكلمه عليها عمليه بحث اكثر واكثر، كل ما كانت قوتها اكثر. هاي الكلمات لازم تعرف كيف تحطها في العنوان وفي النقاط اللي تحت العنوان، يعني شوف العنوان لازم تحط فيه احد هاي الكلمات، مثلا ون بلس هيها شفناها موجوده هنا، هي ون بلس موجوده هون كمان، كيس هيها زي ما انت شايف موجوده هون وموجوده كمان في العنوان.
ايش في كمان برو مثلا، في كلمة برو اعتقد موجودة، لا مش موجودة في العنوان، بس ممكن مثلا في عندنا كلمات هون حتلاقيهم كمان موجودات في الليست، هاي الليست اللي بحكي لك عنها لازم يكون فيها بولين بلس، هي موجودة هون كمان، كيس موجودة هون. اذا هاي الكلمات المفتاحية، لانه شو اللي بيصير؟ اللي بيصير بيجي المشتري بده يكتب اسم المنتج على امازون، امازون بيتعامل هلا كمحرك بحث زي كأنه جوجل، بس محرك بحث عن المنتجات، فبيجي يكتب مثلا 1 بلس 7 برو، زي ما انت شايف 1 بلس 7 برو كيس، هو بده حقيبه او كفر لتلفون 1 بلس 7 او ما شابه، فبكتب الكلمه المفتاحيه. اذا كان الليست اللي عندك او المنتج تبعك في بالعنوان، بالعنوان في احد هاي الكلمات او الكلمات هاي كلها مجمعه بهذا الترتيب، فيصير اولويه للمنتج تبعك يظهر على منتجات اخرى. تمام؟ اذا بهاي السهوله انا قدرت القى فكره منتج ممكن انا اشتغل عليه. بحكي لك البرايس تبعه 14 دولار تقريبا، الرانك تبعه 10000، النت مارجن بربح تقريبا 74%، الاستيميتد سيلز 323 شهريا، نمبر يعني نوعا ما جيد. الاستيميتد ريفينيو تقريبا بحكي لك 4519 دولار، نمبر اوف ريفيوز عليه 20 تقريبا، شباب 20 ريفيو والله ولا شيء تجيبهم تقريبا بشهر شهرين لو تشتغل صح، واقل كمان لو تشتغل صح طبعا وشرعي بدون ما تروح تشتري ريفيوز. الريتنج 4.6 تقريبا من 5، وهذا شيء جيد. لو كملنا كمان كانت تشوف هاي المنتجات كلها عباره عن لحد تقريبا 7، هي منتجات رابحه لحد 7، شايف يعني اشتغل اللي فوق 7 هي منتجات رابحه. لو انا كمان كانت تنزل هذا، طبعا كانت تنزلها الصفحه هاي، هاي نزلتها على صفحه اكسل، خليني افتحها بس عشان تشوف اني انا نزلتها، ممكن افلترها واشتغل عليها او احتفظ في البيانات واحتفظ في الكي ووردز والبراند وكل شيء بدي اياه. تمام؟ فالموضوع سهل جدا. عمل له اكس بس. لو انا كمان مثلا بدي اشوف الترندز، شوف على جوجل ترند هذا المنتج عبارة عن ترند في الفترة الأخيرة اللي تقريبا من شهر 5 لحد شهر 11 بلش ينزل، بس هو بلش يصير ترند من شهر 5 تقريبا، ممكن ينزل هذا، ما بعرف إذا هذا التلفون جديد أو لا أو ما إلى ذلك. بإمكاني كمان أعمل مرة ثانية، أعمل مثلا إيش نيتش أيديا، كمان بدي أشوف نيتش أيديا غيره، بدي أشوف أنا أيديز، بظل أدور لما ألقى، بظني ادور لما القى منتج انا فعلا مقتنع فيه وبتنطبق عليها الشروط اللي انا قراتها عند شاكر، عند اي شخص ثاني بيشرح على امازون. في كثير عرب يعني ناجحين وبيشرحوا على امازون وهم افضل مني بالمناسبه في الشرح، بامكانك تاخذ الشروط اللي هم بيحكوا لك اياها، فانت بامكانك تشوف باي مكان يعني الشروط اللي انت بتعجبك او المنتج اللي هو بيعجبك او منتج واحد من نتش، مش شرط تشتغل على نتش كامل. يعني انا هون عم بلاقي نتش مثلا الهاتف معين، انا بدي مثلا اشوف سولار جاردن لايتس، هذا نتش مايكرو نتش صح، بس هو ليش راحت هاي؟ سوري لو عملت ريفرش بس. السولار جاردن لايتس اللي هي السولار لايتس تاعت الحديقه، الاضويه تاعت الحديقه، بحكي لك هي اسعارهم وممكن منش تشتغل عليه، بس انا مش عاجبني النش مثلا بدي امشي على غيره، بعمل كمان نش ايديا. بيعطيني الحلو في اي ام زي سكاوت، بيضل يعطيك افكار انت مستحيل تخطر ببالك، هو من الداتا تبعتهم من حجم البيانات اللي جمعوها، فبيضلهم يعطوك افكار كثير كبيره وكثير قويه ممكن تشتغل عليها. انا بضلي ادور على افكار معينه لما الاقي اي شيء بيجي ضمن الكرايتيريا اللي بدي اياها فعلا. يعني شوف مثلا هذا ماجنتيك فون شارجر، انا مثلا ما بدي اشتري فون شارجر لاكثر من سبب، بعدي عنه خلاص، بعمل اكس بعدي عنه كمان مره. انا بضلني ادور معكم هلا لما الاقي منتج انا بيعجبني كشاكر، هذا المنتج حجمه كبير مثلا، حجم الكرسي كبير ووزن، فحيكلفني شحن، حيكلفني مثلا تخزين، حيكلفني كثير، بس للفضول بشوف شو النتيجه اللي بيعطيني اياها. 8 من 10 كويس، بس شوف اسعاره تقريبا توقع اسعاره بالمتناول. شوف لي كراسي زي ما انت شايف، بعطيك 8 من 10 الى اخره. كمان بدي اشوف غيره، دي انا منتج خفيف خفيف لطيف بينشهر بسرعه، في منتجات مستحيل تخطر على بالك. سكيلنت هاي بلانتر اللي كانه حوض تزرع فيه او شيء زي هيك تزرع فيه، 8 كمان 8 من 10 بحكي لك. خلينا ناخذ عنه شويه معلومات كمان. البيع على امازون مش سهل كمان بس مش صعب، يعني حسب انت وقديه تتعلم قديه تتعب بالبحث، بتلاقي منتج بتشتغل على هذا المنتج بتبدع فيه، بتعمل ممكن تسجل براند لك معين طبعا بشكل حقيقي في امريكا. طيب نكمل، بحكي لك هذا البرايس كثير ممتاز، الديماند ممتاز، الكومبيتيشن ميديوم،
حلو، بس انا كمان ممكن الاقي منتجات افضل من هيك. هذا المنتج اعتقد المنافسة حتكون عليه اعلى شوية ممكن. الحلو في ام زي سكاوت بيعطيك كل المعلومات تقريبا في مكان واحد، فهذا شيء حلو ممكن نشتغل عليه او نستغله في ام زي سكاوت. يعني كل البيانات اللي انا بحتاجها لحتى اختار منتج معين بيعطيني اياها في مكان معين. الفيديو السابق شرحنا كيف ممكن نفوت على صفحه معينه على نتش معين ونصير نبحث فيه. هذا بحكي لي الكومبيتيشن سترونج، فببعد عنه بسرعه لانه هذا يعني انه ناجح النتش بس بدي ادفع عليه فلوس كثير اعلانات. شوف هذا اتوقع كمان الكومبيتيشن حتكون فيه عاليه، هذا النتش زي ما حكيت لك النتش السابق انا توقعت تكون فيه الكومبيتيشن عاليه. مش مشكله لو ضلك يوم كامل تبحث او اسبوع حتى، اهم شيء انك تجيب منتج فعلا فعلا ممكن يشتغل معك. شوف اعطاني نيتش سكور 5 على السريع بهرب منه. هذا شيء غريب شكله، الله اعلم المنافسه اللي عليه حتكون قليله، الله اعلم. بس 6 كمان معطيني 6 من 10، ف يبدو اني كنت مخطئ. فيري سترونج قال قليله، فيري سترونج. نيتش ايديا كمان بمشي بمشي، معلش بمشي كمان ابحث. هذا ايش هذا؟ منتج غالي شيء سبيكرز ما سبيكرز. نيتش سكور خليه بس يطلع لي اياها. اهرب منه بسرعه. 5 هاي التويز، انا بحب اشتغل على التويز شباب. بالمناسبه النتشين انا بحب اشتغل عليهم دائما. في نتشين بحب احكي لكم عنهم اللي هم انا بشتغل. اوه 9 حلو 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 حلو. لا نزل 7، بتغير الرقم بالمناسبة، كل ما يحمل أكثر كل ما يتغير الرقم. النتشين اللي بحب أشتغل عليهم التويز اللي هي ألعاب الأطفال بشكل خاص، يعني ألعاب مثلا الذكاء، ألعاب التركيب، ألعاب حوض الحمام بس يسبح الطفل بالحمام يلعب اللي هي البطة والأشياء هيك. والنتش الثاني اللي هو الكيتشن، بصراحة المطبخ والبيت بشكل عام بحب أشتغل عليهم مثلا لأنه فيهم أرباح ومرات بتكون المنافسة فيهم سهلة نوعا ما. بس أنا لفت انتباهي هون شغلة بحكي لك يو كان جيت سيلز وذ زيرو تو تو ريفيوز، يعني إذا عندك بس ريفيو ثنتين بيجيك مبيعات. تخيل اللي هو كومبيتشن اللي هو النتش. شوف أنا بعطيك أفكار نتشات بسرعة بقلب فيهم، يعني أنت بتقلب بس بكبسة زر بتقلب أفكار نتشات في أمازون، فهذا في أمازون سكاوت في ام زي سكاوت، وهذا الشيء المميز في ام زي سكاوت. وبصراحة أنا كثير حابه يعني حاب ام زي سكاوت بسبب هالشيء. خلص تحميل لانه حملناه قبل شوي. نكمل بس برضو نيتش ايدياز، هاي كمان شغله حلوه اتوقع، هاي كفات الفرن كفات الحراريه يعني. نشوفها بس ونروح بعدين على نحكي عنها شويه. ان شاء الله اني مش ناسي اشي يعني، كله شرحت لكم اياه باذن الله. الهندس هاي مثلا لو كبست هيك بيبين عندي مثلا شو الاشياء اللي انا بس بطلع عليها هون. خلينا بدي اقلب، فهمت؟ هو بيعطيك طبعا زي ما حكيت لك هاي الكبسه، يعني هو بروح يفحص بالداتا تبعته شو في نتشات بسهل عليك فيها، تروح انت دغري تشتغل فيها عن ما تروح تبحث يدوي وبتروح تقول له شو النتش هذا وشو النتش هذاك وشو النتش اللي بيشتغل كويس او لا. يعني ما تبحث عليهم يدوي، لا انت بكبسه زر واحده بامكانك تبحث عن كل النتشات ممكن تربح منها فلوس او تكون عليها منافسه قليله او لك فرصه ممكن تشتغل فيها. حلو. الكومبيتيشن ميديوم زي ما انت شايف برضو نفس تقريبا اول نتش لقيناه. 8 من 10. ايش هو النتش هذا؟ اللي هو جاردن فلاج، اللي هو علم. تخيل يعني ولا يمكن يخطر في بالي علم الحديقه، علم تحطه في الحديقه، شو الفائده منه؟ والله ما بعرف. شوف مثلا هيو العلم للحديقه، شوف تخيل ولا يمكن يخطر في بالك، مستحيل. كل هاي النتشات شباب بامكانك تشتغل عليها، تطلع النتش كي ووردز من هون، تحفظ هذول الكي ووردز وبس تحطهم في الليست تبعتك. يعني تيجي تعمل الليست تبعتك على امازون وتحط فيها الكلمات المفتاحيه الاساسيه اللي انت لقيتها في النتش كي ووردز لما كبست هون. الموضوع سهل جدا، شايف؟ تركز على الكلمات هاي 120 مثلا، بعدين كلمه 82، بعدين كلمه 44 42 الى اخره وتستمر. لو كملت كمان طبعا الموضوع انا شارح كثير في امازون عشان هيك بمشي عليه بشكل سريع. انا شارح كثير في امازون في الفيديوهات السابقه، فاعذروني لما امشي بالموضوع بسرعه خاصه الناس الجداد في القناه. انا شارح يمكن 6 او 7 او 10 فيديوهات حتى مفصل لك كيف تشتغل امازون، كيف تنزل منتج، كيف تكتب كلمات مفتاحيه، كيف تكتب الليست الى اخره، وان شاء الله نشرحه بشكل كويس.
حلو، هذا النشط جاب 9. اكسبلوجين بوكس، ايش هذا اكسبلوجين بوكس؟ حلو 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 حلو، هذا يبدو انا راح اشتغل عليه. شوف ما احلاه، بحكي لك 9 من 10 نسبة الربح. الكومبيتيشن تبعتك لايت، خفيفة جدا، نسبة الربح عليه كثير 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 عالية. نسبة انك هلا تنزل منتج وينزل الشهر الجاي وبعد شهرين تصير اول صفحة في امازون كثير عالية هاي النسبة لهذا المنتج. خلينا نحلل المنتج هذا، ويا ريت الشباب تمسكوا ورق وقلم، وممكن ناس منكم يستفيد، ممكن ناس يقول انا بدي اشتغل على هذا المنتج بدي اشوفه شو هو. فلو شوف بيقول لك بامكانك تشتغل على هذا المنتج في تقريبا لما انت تجيب من 0 ل 2 ريفيوز بامكانك تجيب ارباح من هذا المنتج، من هذا سوري. لو عندك 2 ريفيوز او 0 ريفيوز بامكانك تبلش تجيب مبيعات على هذا، على هاي الليست او على هذا النتش. طبعا خلينا نتعرف على النتش شويه. 9 من 10 رقم مهول شباب، يعني صعب تلقاه. لو عملنا برودكت سكور شفنا احسن البرودكت اللي تبيع هون. هاي شكله بوكس هدايا، اللي هو بوكس يعني بيفتح هيك بشكل بينفجر بوش الشخص لما يجي يفتحه. في صور مثلا، لو صور انت واصدقائك انت وعائلتك بدك تهديها لناس، او يعني الزبون عندك تعرفين اجانب يهتموا فيها. شوف كيف مرتب الليست تبعته، ترتيب الليست تبعته كثير عم بيجيب له، انا متاكد عم بيجيب له مبيعات. تطلع ما احلاها ليست، كثير جميله بغض النظر شو مكتوب فيها، بس انا عجبتني ليست يعني كمنظر بامكاني اقراها. الكلمات المفتاحيه لو جينا على سوري، لو جينا هون على الكلمات المفتاحيه النيتش كي وورد، البوكس بحكي لك هل موجود عندي بوكس. نعم موجود بوكس، هيها شايفينها. اول كلمه مفتاحيه اللي بوكس 151، بعدين عندي كمان الجيفت، كلمه جيفت اللي هي خلينا ندور كمان جيفت، هيها موجوده. جيفت بوكس مثلا مع بعض كمان تصير، انت جمعتهم الكلمتين صاروا اقوى. جيفت بوكس عندي كمان مثلا كلمه ثالثه، خلينا نسكر هاي بس. عندي كلمه ثالثه كمان اللي هي البوم. هل موجود البوم؟ البوم نعم موجوده، فوتو البوم. ايش كمان عندي؟ اكسبلوجن، شفناها اللي هي كلمه اساسيه في هذا، هي في هاي شوف الكلمات الاساسيه يعني سبحان الله. مش يعني عم وفوتو كمان وبيرث داي الى اخره، كلمات كلها بامكانك تركب منها يعني عنوان مثلا اكسبلوجن بوكس كونتين، او فوتو البومز، فوتو البومز اكسبلوجن بوكس الى اخره. بامكانك تركب العنوان بسهوله، كرييتيف بلاك اكسبلوجن بوكس. شايف اكسبلوجن بوكس داي، هاي الداي كمان موجوده، هيها الداي شفتها هون، مش هيها داي اللي هي صبغه او مصبوغه او شيء زي. فوتو البوم سربرايز بوكس، سربرايز كمان شفتها موجوده، هيها سربرايز. يعني زي كانه هذا الشخص قبل يعمل الليست تبعته جاي على اي ام زي سكاوت ومستخدمه. بلاك كمان مستخدم كلمه بلاك، حلو. بلاك اكسبلوجن بوكس مركبهم مع بعض، فالنتاين مستخدمينها، انيفرسي ويدنج مستخدمها. فشوف هذا المنتج عليه الريتنج 13 بس، مع هيك عم ببيع. شوف مثلا عم ببيع وعم بجيب ارباح كثير عاليه. شو هذا اول منتج شفناه صح؟ خلينا نشوف شو بجيب. تقريبا بيقول لك ببيع بالشهر $4,400، ب $4,400 تخيل. والرانك تبعه 3800، سعره $19 تقريبا. امازون تاخذ عليه عموله 7 تقريبا، 0.7 يعني، خليه يكلف 3 ل 4 دولار تقريبا، 3 خلينا نحكي $3 تقريبا. في خلينا نحكي الربح عليه $5، $5 ابدا مش قلال. 5 وعندك ببيع ب 232 تقريبا، تحكي انت عن $1,200 ربح او اكثر شويه او اقل مش عارف يعني. المهم في عندك ارباح اكثر من $1,000 شهريا، ارباح صافيه بنحكي لك اقل شيء. فهاي شوف انا يعني فتره الفيديو هاي قدرت الاقي فيها منتج انا ممكن انزل فيه على السوق هلا. المنافسه عليه قليله، ركز معي، المنافسه قليله، الطلب عليه عالي، وغريب المنتج يعني مش مشهور، فهمتني كيف؟ فلو انا كمان جيت هون اطلع شو بحكي لك، باثنين ريفيو بامكانك تجيب عليه مبيعات، والنتش مش مشبع، الكواليتي ليستنج يعني هاي ربنا الله كثير مشغول عليها كويس. الهاي افريج ريتنج، في مشكله انه في عليه ريتنج عالي شويه، بس احنا شفناه هون مثلا احسن منتج عليه 13 ريتنج. فالامور طيبه وبامكانك تشتغل على هذا المنتج وتجيب عليه ارباح. طبعا هذا كان كل ما لدي في هذا الفيديو، ان شاء الله اكون فدتكم بهذه الطريقه السريعه جدا لايجاد منتج على امازون باستخدام اي ام زي سكاوت برو. بامكانكم شباب كمان يعني بصراحه ايش تحكي لكم، بامكانكم ترجعوا الفيديو السابق
وتشوفوا انا شو اشتغلت، تشوفوا كيف انا الطرق ثانيه استخدم فيها ام زي سكاوت برو. اي ام زي سكاوت ممكن تفتح اي صفحه نتش انت حاب تشتغل عليها وتفحص النتش او تفحص المنتج عن طريق اي ام زي سكاوت برو. شكرا لمتابعتكم، يعطيكم الف عافيه وارباح وفيره، و11/11 ان شاء الله بتجيبوا فيه لناس تشتغل فيها ارباح جدا جدا وفيره باذن الله تعالى. يا ريت اللي ما اشترك في القناه يشترك، اللي ما عمل لايك يعمل لايك حتى لو ما عجبه الفيديو، وحتلاقوا اللينك اسفل الفيديو. يعطيكم الف عافيه ونراكم في فيديو اخر.